بودكاست، أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردبشت. ألف سردة وسردر معي أنا لقمان ديركي. حفلات الرسوب. على ذكر البكالوريا، فقد كنت طالبا ذات يوم وقدمت فحص البكالوريا الأدبي ذات يوم، ولكنني لم أكن واثقا من النجاح، بل كنت متأكدا 100% بأنني راسب لا محالة. وكان أبي يتمنى أن أرسب لأنه تعلم جملة تربوية قوية هي: من زرع حصد. ولكن مناسبة قولها لا يمكن أن تكتمل إلا برسوبه. المهم ما لكم بالطويلة يا شباب، فقد كان والداي مسافران إلى الجزيرة، فبقينا أنا وإخوتي البنات في حلب تحت حراسة جدتي المشددة، وكانت هناك وعود دسمة لي في حال نجاحي، منها السماح لي بإقامة حفلة في البيت. وعلى اعتبار أنني سأرسب فقد فتيت من عندي وقلت لأخواتي قبل صدور النتائج بأنني ناجح، وقد جلبت نتيجتي من وكالة سانة للأنباء شخصيا عن طريق قريب لنا كان يعمل صحفيا فيها، وانطلت الخدعة على الجميع. واتصلت أختي الكبرى بالجزيرة وهي تزف الخبر السعيد لأبي الذي أسقط في يده، فقال لعامل السنترال منزعجا: من زرع حصد. وهز عامل السنترال الجزراوي رأسه على اعتبار أن موسم الحصاد كان شغالا وقتها، وسمح أبي لي بإقامة الحفلة. فاستجمعنا قوانا الموسيقية أنا وأبناء عمتي، وتسولت من جدتي مبلغا وقدره 100 ليرة أيام ما كان لها عز، واشترينا الموالح والفواكه وشوينا الشقف والكباب على البلكون يا شباب، وعزمنا كل رفاق السوق الممنوعين من الدخول إلى البيت في الأحوال العادية، ودوزنا آلاتنا الموسيقية، وبدأت الحفلة. كانت بالنسبة لي حفلة رسوب، وسجلنا شريطا بهذه المناسبة لفرقتنا العتيدة بواسطة مسجلة سوني، كانت مصدر فخر لنا في يوم من الأيام. وانتهت الحفلة ومضى الساهرون، بينما بقيت وحيدا أتقلب على فراشي شاعرا بالذنب حتى أصبحت شاعرا. فكتبت قصيدة في مدح الرسوب تحسبا للنتيجة الحتمية، وطلعت النتائج يا شباب، ويا للمفاجأة، فقد نجح أخوكم على طريقة الشحط، ولكن مجموعي كان مزعجا، فهو مجموع غير قابل لسوء الفهم. فلنفترض أنه 118، إذن بإمكاني أن أقول بالعجأة وعلى أساس أنه خطأ مطبعي شفهي 181، وإذا كان 119 فيمكنني أن أخطئ به وأقول 191. فإذا ما نبش أحد من كتيري الغلبة وبحث عن الحقيقة، فسأقول له ساعتها أنه صار معي عم أرقام وحطينا الواحد محل التسعة، شو هالمشكلة؟ إلا أن المصيبة كانت كبيرة جدا، فقد كان مجموعي مخجلا، وبنفس الوقت كان من الأعداد التي يصعب التلاعب بها، فقد كان مجموعي 111 واحد واحد واحد، يعني شلون ما قلبته رح يضل على حاله. لكن مجموعي مع الديانة كان 119، فكانوا يسألونني عما جمعت، فأقول بصوت عال 191، يسألونني مع الديانة ولا بلا ديانة، فأقول مع الديانة، ثم يسألونني طيب وبلا ديانة قديش، فأقول 111. وراحت الأيام وإجت الأيام، وأقمنا الكثير من الحفلات، ولكن حفلة طردي من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل بعد الرسوب لعامين متتاليين حسب نشرة أنباء المعهد وقتها كانت هي الأقوى، سيما وأن أساتذتي الذين طردوني أصروا على حضورها، بل وألقوا كلمات في مدح فشل الذريع للسنة الثانية على التوالي. كم هو رائع أن تحتفل بانفصالك عن مجال في وقت مبكر لكي تبحث عن ذاتك في مكان آخر، وربما يكون هو الأفضل لك وهو الأجمل. فتعالوا نحتفل بالرسوب، كما أطلب من أولياء الأمور منع أبنائهم الطلاب من سماع هذه السردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة على هوا راديو سورياني.